بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد، نطبق استراتيجية الكرسي الساخن. في درس عمر يزرع ويتعلم ومع الطالب معاذ. السؤال الأول، فضل يا خالد. متى زار عمر مزرعة جده؟ بالإزازة. تفضل يا فيصل. ماذا طلب عمر من جده؟ أن يزرع الجزرة. سؤال، تفضل يا ركان. كيف نزرع الجزرة؟ بالماء والبذور. السؤال الرابع، تفضل يا ماجد. لماذا لم يجد عمر الجزر بين الأوراق؟ لأنه ينمو تحت التراب. كيف عرف عمر مكان الجزر؟ بسد الأوراق. أحسنت. تفضل يا عبد الله. ماذا تعلم عمر من جده؟ أن الجزر ينمو تحت التراب. أحسنت يا بطل، ممتاز، استحققت أن تجلس على الكرسي الساخن. بارك الله في مجموعة صف الثاني باء. هل عرفتم الإجابات؟ لا. الآن سأسأل وكأنكم تجلسون جميعا على الكرسي الساخن. السؤال الأول، متى زار عمر مزرعة جده؟ مسفر. ماذا طلب عمر من جده؟ زراعة ماذا؟ الجزر. أحسنت. كيف نزرع الجزر؟ بالبذور والماء. أحسنت. لماذا لم يجد عمر الجزر بين الأوراق؟ لأنه ينمو تحت الأرض. أحسنت. كيف عرف عمر مكان الجزر؟ شد ليه؟ الجزر. لا، ما شد الجزر، شد يا عبد المحسن. شد ايه؟ الأوراق، شد الأوراق فوجد الجزر. ماذا تعلم عمر من جده؟ أن يزرع الجزر. وماذا تعلم أيضا؟ أن الجزر ينمو تحت التراب. تعلم زراعة الجزر وتعلم أن الجزر ينمو تحت التراب ولا يظهر منه إلا أوراق. جزاكم الله خيراً.